صحيح. من الحالة الرياضية لمصر ننتقل للحالة الغنائية أو الحالة الفنية أو الحالة الرمضانية. سهل جدا يا جمال أنك تعمل أغنية على موقع يوتيوب تنزلها، لكن صعب جدا إن هي تجيب 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة. ده رقم أعتقد إن هو ريكورد، يعني أعتقد إن هو إنجاز كبير. ده بالفعل اللي حصل، في أقل من 24 ساعة وصلت الأغنية الدعائية لمسلسل الكبير في موسمه السابع اللي غناها وأخرجها النجم الكبير أحمد مكي، وصلت لأكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الأغنية انتشرت بشكل كبير جدا على كافة منصات السوشيال ميديا، تفاعل معاها الجمهور وحققت نجاح غير طبيعي. وده طبعا بيأكد لنا أن في نوع من أنواع الانتظار، أو الناس مستنية بشوق كبير جدا مكي هيعمل إيه. وبجانب الانتظار الحقيقة مصطفى، يعني مكي كالعادة بيخرج بره الصندوق وبيقدم خلطة غنائية مختلفة، خلطة استخدم فيها زي ما هو دايما معودنا ليه بصمة في الأداء وفي الإخراج. وانت بتشوف وبتسمع الأغنية هتلاقي تكنيكس وتقنيات متطورة في صناعة الكليب. هتلاقي مكي بيراب أو بيقدم الأغنية بطريقة الراب بشكل مختلف. هتلاقي رسالة واضحة لنجاح المسلسل قبل عرضه. خلينا نقرب أكتر من الأغنية ونحللها مع ضيفنا الموجود معانا عبر زوم، الناقد الموسيقي محمد شميس. صباح الخير على حضرتك، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليكم، أخباركم إيه؟ الحمد لله. طيب يعني في البداية خليني أسألك على كليب مكي، إزاي شفت الأغنية وإزاي شفت الأغنية دي كونها كدعاية للكبير سبعة، بصمة مكي برضو كمان في الكليب وطريقة الراب بتاعت مكي، يعني كلمنا كده عن رؤيتك للأغنية أو الكليب. هو زي ما حضرتك قلتي، الطبيعي إن قبل المسلسلات ما بتنزل بالتحديد في شهر رمضان بنشوف إعلانات معمولة كدعاية للمسلسلات، عبارة عن برموهات صغيرة ما بتعداش الدقيقة ونص أو دقيقتين. لكن أحمد مكي السنة دي قرر إن هو بقى المختلف أكتر واحد عن باقي المسلسلات، وان هو يعمل اغنيه عن المسلسل كنوع من انواع الدعايه، خصوصا ان احنا المسلسل ده احنا بنتكلم عن الموسم السابع، فهو مرتبط معانا بذكريات كبيره جدا. بنتكلم على 7 سنين يعني كان موجود فيهم المسلسل، غير طبعا السنوات اللي كان توقف فيها يعني. واجمل حاجه في احمد مكي ان هو اللي بيخرج اعماله لنفسه خصوصا في الكليبات، فده بيأكد على الهويه البصريه اللي موجوده دايما في الاغاني اللي بيقدمها، خصوصا اغاني الراب يعني. وفي عوامل دايما مشتركه، يعني هو يعني صعب جدا يكون عندنا فنان عنده مشروع غنائي حقيقي. ايوه مكي عنده الموضوع ده ودايما موجود في كل اغنيه من اغانيه. يعني مثلا على سبيل المثال الاغنيه الاخيره بتاعت ولعانه كان بيغني معاها المطربه الشعبيه هدى السنباطي، هي برضو اللي كانت معاه في وقفه مصيه زمان، فهي من ادوات مشروعه الغنائي اللي بتقدم معاه الكورس مثلا بتاع الاغنيه. عنده برضو في الاغاني بتاعته قيم واضحه او ادوات واضحه بيحاول يعبر عنها، مش ادوات، اساليب بيحاول يعبر عنها. أيوة. دايما اغانيه لازم يبقى فيها الجزء التوعوي او الهادف. ف كان عامل قبل كده اغنيه بيتكلم فيها اسمه قطر الحياه، كان بيتكلم فيها عن خطوره شرب المخدرات. صحيح. فالاغنيه دي برضو كانت الاستاذه هدى السنباطي كانت بتغني وبتقول دونت سموك ويد، يعني ما تشربش، ده نوع برضو من انواع المخدرات منتشر ما بين يعني ابتدى يبقى موجود في مصر بشكل كبير. فمكي برضو بيحاول يقدم يعني توعويه للشباب اللي بيسمعوه، خصوصا ان احنا بنتكلم على موسيقى الراب، هي من اكتر الاغاني اللي بيسمعها جيل المراهقين يعني. صحيح. فدول ممكن يكونوا بيتاثروا بالعوامل السلبيه دي. فلما مكي بيجي يعمل ده في اغانيه وهو اللي يكون بيكاتب وهو اللي بيلحن وهو اللي بيخرج في الموضوع، فبنلاقي دايما العناصر اللي بيرتكز عليها مشروع الغنائي واضحه في اكتر من اغنيه، وبتحس ان المواضيع كلها هي هدف واحد يعني. قلت لي عن مكي عنده مشروع غنائي، وهو ان هو يعيد موسيقى الراب مره اخرى، وزي ما حضرتك قلت كده هو عنده بالفعل اللي يقوله، يعني عنده رساله. ترجم ده ازاي في الكبير سبعة او في الـ 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 الاغنية بتاعته، من خلال المؤثرات البصرية اللي اتكلمنا عليها، من خلال استخدامه النوستالجيا، جايب سعيد صالح، جايب شوية اشكال قديمة. صحيح. يعني التقنيات اللي استخدمها كانت عاملة ازاي؟ صحيح. بص يا استاذ مصطفى، هو دلوقتي الراب احنا بنتكلم على اغنية من الاول لاخر هي بتبقى الراب ده اصله امريكي، واحنا بنحاول نعمله اعادة تمصير، يعني بنحاول نقدمه في مصر
بشكل مصري يعني. فميكي اكتر واحد عنده المفهوم ده، ان هو قادر فعلا يقدم الراب كأنه نابع من ثقافتنا وهويتنا المصرية. حضرتك كنت بتتكلم على المؤثرات المصرية اللي اشتغل فيها، زي ما كان طلع أستاذ سعيد صالح، هو بيتكلم عن الأصالة دايما وعلى جذوره هو وانتمائه للواقع الجغرافي والثقافي اللي هو خارج منه، وبيضرب بيه الأمثلة، مش زي مغنيين الراب التانيين اللي دايما بيضربوا أمثلة غسان مطر جابه بحاجات قبل ممكن كده. تكون مش ايوه بالظبط. وكان في الكليب مثلا بتاع وقفة مصر زمان، لما حب يضرب مثلا الجرافيتي اللي كان مرسوم على شاب رياضي أو بطل رياضي، كان حاطط هدود اللي هو احمد زكي، دور من افلامه لما كان بطل ملاكمه. صحيح. فنفس الكلام في سعيد صالح، وبيقول ان هو الضحكه بتاعته احسن من جون كاري، فهو بيضرب مثال بالموضوع ده. كمان هو ظهر في اول كليب خالص راكب حصان يعني لونه اسود واسمه الادهم، وده برضه بيعيدنا للحصان بتاع عنتره بن شداد اللي هو كان وصفه من اوصافه، وكان اسمه الادهم برضه. وكان لابس جاكيت كان عليه الصوره من الرسومات يعني اللي مرتبطه بالسيره الهلاليه، ودي حاجات برضو مرتبطه بثقافتنا. كان بيتكلم برضو الادوات، لو احنا بنتكلم المكان والزمان اللي بيدور فيه المسلسل في منطقه من مناطق الصعيد، فدايما شايفين الادوات الموجوده البصريه، اللبس، الحيوانات، الطيور، دي كلها من الادوات البصريه اللي دايما بيشتغل بيها احمد مكي، خصوصا هو اللي بيخرج، هو مخرج الكليب يعني، علشان خاطر الموضوع يبقى متناسق مع المشروع اللي هو بيقدمه، سواء في المسلسل أو في الأغاني الراب اللي هو بيقدمها عبر مشواره الفني يعني. هي تفاصيل كتير جدا زي ما حضرتك كنت بتتكلم عليها، لكن كمان في يعني في الكليب واحنا بنسمع مكي بيراب او بيغني بسرعه جدا، يعني لو صعب ان حد يقدر حتى يجمع الكلمات بسهوله، اعتقد لازم تسمعها مره واثنين وثلاثه، اما احتجتش اصلا صحيح. للسبتايتلز او ان انت تحتاج تقرا الكلام مع الاغنيه. شايف دي يعني طريقة من ميكي أو أسلوب ميكي عشان الناس مثلا تقدر تتفرج على الكليب أكتر من مرة، ولا شايفها إزاي؟ شايفها مقصودة أو هو مش مقصودة؟ يعني شايفها إزاي؟ ده هي طبعا مقصوده، بس هي ليها اسباب، صور ان هي دي الاسباب من وجهه نظري يعني. ميكي دايما مشروعه الغنائي في الراب كان بيغني بفلو يعني، بطريقه اداء اهدى بكتير جدا، صحيح. بحيث ان هو بيبقى الناس كلها تقدر تستمتع بيه. لكن في اخر حوالي 5 سنين ظهرت موضه جديده في الراب او موسيقى التراب في مصر، فبقى في جيل جديد من الشباب والمراهقين عندهم نجومهم اللي بيغنوا بفلو سريع. فميكي بيحاول يقول ان انا برضو مش الفنان المنعزل، وان انا لا اقدر اغني بالشكل اللي بيقدمه الشباب، بس الشباب بيتكلموا مثلا في حاجه اسمها المامبل راب، اللي هو بيغني باسلوب الغمغمه، او ان هو المغني ما بيغنيش بالباور الكامل بتاع صوته يعني. فميكي محافظ على الاسلوب بتاعه، ان هو برضو بيتكلم على شخصيه عمده، فبنتكلم عن راجل حاكم مدينة، فبيغني من منطلق سيطرة ومن منطلق قوة، فلازم يبقى صوته فيه السيطرة دي والباور الكامل، بس في نفس الوقت هو يقدر يغني بسرعة كبيرة جدا. وهو حاول يعبر عن ده طبعا كمخرج، عامل برضو رؤية بصرية متمشية مع الموضوع ده في الجزء اللي هو كان بيغني فيه بالفلوس السريع اللي حضرتك تقصديه، شفناه والقطر يعني، هو بيركب فوق القطر والقطر بيجري، فهو يعني سابق القطر من كتر سرعة كلامه. فهو موضوع كمان مش مجرد فلو خلاص، احنا بنتكلم عن رؤية بصرية بيعبر عنها في الكليب يعني. لما بيجي يغني بسرعة كان بنشوفه راكب فوق القطر، فهو بالسرعة بتاعته أسبق من القطر. وفيها تحدي للشباب اللي يغنوا راب بالموجة الجديدة، ان هو يقدر برضو يقدم الحاجات اللي هما بيقدموها، ويقدر يمزج موسيقى التراب مع الأكورديون اللي بيلعب بالطريقة الشعبية، والكولا بتلعب بالشكل اللي فيه الشرقي والكلام ده، ان هو يقدر يقدم راب في الادوات بتاعتهم، بس برضه بالهويه المصريه والمفهوم المصري بتاعه. طب يعني القاعده بتقول يا استاذ شميس ان الاغراق في المحليه يوصل للعالميه، يعني كل ما تبقى محلي جدا وتجيب مجتمعك من جوه العالم هيشوفك. ميكي بيلعب على ايه؟ ممكن عايز يوصل للعالميه ازاي، وخصوصا لما نشوف ان هو بيعمل الكبير في لعبه الحبار، او بيعمل امريكان فوتبول ويحط وجبه كده ما بين حاجه ايوه محليه صحيح. جدا وحاجه عالميه جدا، هو عايز يوصل ليه؟ الله اعلم. بص انا ما اقدرش احط نفسي مكانه هو عايز يوصل لايه، بس انا اقدر اقول لحضرتك ان هو زي ما حضرتك كنت بتاكد فكره ان الفنان لازم يكون بيعبر عن الواقع الجغرافي والثقافي اللي هو خارج منه. طبعا فحتى لو انا عايز استخدم اي حاجه، المزيكا في الاول والاخر
مزيكا هي لغة عالمية، يعني مش هنخترع حاجات جديدة فيها، بس أنا أقدر أقدم الموجود باللي خارج من هويتي ومن ثقافتي ومن الهم الوطني اللي أنا عايز أعبر عنه أو الفن اللي أنا عايز أعبر عنه. وأحمد مكي بيعمل ده، بيعمله بشكل بصري، بيحاول يعمله بشكل، يعني حتى الرقصات اللي شفناها في أغنية ولعانة، أنا فاكر أول كليب ليه اللي هو كان نازل، اللي هو كان جدعان طيبين في فيلم اتش دبور، كان عامله برضه كليب منفصل، كان فيه برضه الرقصات اللي بنشوف ستات مصريات بزي الشعب المصري بيرقصوا على موسيقى الراب بشكل مختلف، عكس برضه ما المغنيين المصريين ما بييجوا يقدموا الراب بيحاولوا إن هم يقلدوا يعيشوا الغرب قوي. ويحاكوا الواقع الأمريكي، أه في الرقصات حتى وفي استخدام الحاجات دي. هو بيعمل راب مصري، عايز تقول كده. بيعمل راب مصري حتى في استخدامه، حتى للتوصيفات، يعني بيقول من جاب يعني كذا نوع من انواع القهوه اللي كانت طالعه موضه، ويقول لك انا الشاي العصاري هو المفضل بالنسبه لي. استخدامه للحيوانات المرتبطه بالثقافه الشعبيه بتاعها، بنتكلم على الحصان العربي، الخيل، الاسد، المرتبط برضو بالسيره الهلاليه اللي عندنا، فهو دايما مرتبط بالحاجات. قبل كده كان عامل في الكبير التتر بتاعه كان صوت الحمار كان جزء من أدوات التوزيع الموسيقي، وكان حقيقي. كان واخد برضو العربي فرحان الدبيس كان واخد جزء من الأغنية بتاعته أول ما كتب القلم، وكان مستخدمه برضو كجزء من التعبير الموسيقي في التوزيع، بحيث إن هو لما نيجي نسمع إن ندخل جوه المود إن الموضوع ده جاي فعلا خارج من الصعيد، وإن هو متجدر لدرجة إن إحنا المداح الصعيدي لو المنشد الصعيدي احنا واخدين جزء منه وبنقدمه كجزء من موسيقى الراب. فمكي شاطر جدا في الموضوع ده، وبيعجبني الفنان الصراحه لما بيجي يقدم عمل يبقى مذاكر فعلا كويس، ويبقى عارف حدود المكان والزمان والواقع الثقافي والجغرافي، ويعرف يعبر عنه بالشكل اللي يخدم المشروع ككل يعني. صحيح. طبعا دي حقيقه، يعني زي ما انت اتكلمت الحقيقه، يمكن يا استاذ محمد، احمد مكي من الفنانين اللي بياخد باله من ادق التفاصيل واصغرها، يمكن كمان من الفنانين القليلين اللي قدر ان هو يمثل، واحيانا كمان بيكتب اغانيه وبيخرج لنفسه، ويمكن على مدار سنين كتير جدا في ناس لما بتقع وفي فنانين لما بتجرب او بتخوض التجربه دي بتقع، لكن مكي الحقيقه عكس المعادله دي. طبعا بشكرك جزيل الشكر الناقد الموسيقي محمد شميس، تورترا في صباح الخير يا مصر.